وصفتين حبيتهم في فيديو واحد، بيستاشيو بايتس ونوتيلا بايتس. نبدأ بالنوتيلا، نوتيلا وشوكولاتة بالحليب وحليب محموس وبسكوت دايجستيف مطحون، ممكن تحمسونه وممكن لا. نخلطهم مع بعض، أذوب الشوكولاتة وأسيح شوي النوتيلا وأخلطهم. اخلطيهم بيدك أفضل، عجنتهم شوي بعدين خلطهم بيدي لحد ما حصلت على عجين بقوام متماسك تقريبا. إذا حسيتي خفيف زيدي شوي بسكوت، أنا كان مناسب. حطيت شوية بسكوت مطحون في القوالب وحطيتهم بالقوالب، ممكن تكورون هذا ما عندك نفس هذه القوالب، بس حجم القالب جدا جميل زي الخاتم كذا. دخلتهم الفريزر شوي يعني أبو ساعة، طلعتهم فككتهم وحطيتهم غمستهم ببسكوت مطحون وقدمتهم بألف عافية. بالنسبة للفستق تقريبا نفس الشيء، بس استبدلته بمعجون الفستق وشوكولاتة البيضة وأضافت فستق مجروش. حطيت الفستق البودرة على القوالب، سيحت الشوكولاتة البيضة وأضفتها إلى الخليط الحليب المحموس، وأضفت أيضا زبدة الفستق وحركتها، حسيت أنها شوي لينة فزتها فستق بودرة لحد ما حصلت على القوام المناسب، وحطيتها في القوالب ودخلتها الفريزر تقريبا أقل من ساعة. بعد كذا فككتهم وغمستها بالفستق البودرة وقدمتها بألف عافية، شهية ولذيذة وبتخلص بدقائق. بالنسبة للنوتيلا ممكن إضافة بندق تطلع مثل حلا الفيريرو روشيه، جدا جدا لذيذة. جربوها وارسلوا لي تجاربكم.